بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بعض الرسائل تأتي إلى قناتنا عن طريق الرقم المجاني للقناة، ونجد أن بعض الأخوة يعني ربما من ناحية الغفلة وليس من باب التعمد، يعني بعض الأزواج مع الأسف الشديد من باب خدمة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام يترك عائلته ويذهب للخدمة ولا يوفر لهم بديلا عنه. لذلك ماذا يفعل؟ هو يأخذ مثلا زوجته إلى بيت أهلها، أو أولاده إلى بيت أعمامهم وعماتهم أو أخوالهم إلى غير ذلك، أو أنه لا يهمل البيت بأكمله، يهمل زوجته، يهمل أولاده بعنوان هذه أيام شهر محرم، هذه أيام خدمة سيد الشهداء. وكما تعرفون جيدا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعن الله من يضيع من يعول، لعن الله من يضيع من يعول، أي بمعنى أنت اليوم يعني أنت معيل، أنت كزوج معيل لزوجتك وأولادك، فلا تجعل منهم عبئا على الآخرين. فهؤلاء الآخرون ماذا؟ سوف يتكلمون عن شعائر الحسين بشكل سلبي، وسوف تعطي صورة غير جيدة. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام: كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شينا. فالبعض يبدأ يتضجور من الخدمة الحسينية. أولادك عندما يشعرون بأنهم محتاجون إليك وأنت لست بينهم بسبب خدمة سيد الشهداء ينزعجون، وهم أطفال ويكرهون لا سمح الله هذا الطريق. زوجتك التي أنت تتركها في بيت أهلك أو أنها تقوم بكل الواجبات عنك، نعم هي تقول الحمد لله وزوجي ذاهب إلى الخدمة ولا بأس بذلك، ولكنك تحملها فوق طاقتها. والإمام الحسين عليه السلام لا يقبل بذلك، بأنك تضيع الواجب وتضع مكانه المستحب. يعني بمعنى عليك أن تجعل هناك نوع من الموازنة بين خدمتك لسيد الشهداء وبين الواجبات التي عليك. ثانيا، ليس من الواجب أبدا بأنك إلا تذهب إلى الموكب للخدمة، إلا تذهب للحسينية للخدمة، أي بمعنى لا تطيع الله سبحانه وتعالى من حيث تعصي. يمكنك أن تطبخ طعاما في بيتك لسيد الشهداء، هم كذلك جعل بيتك من بيوت الخدمة، جعلت بيتك مزارا للملائكة، جعلت بيتك محضرا لأهل البيت عليهم السلام، خصوصا للسيدة فاطمة عليها السلام. اطبخ الطعام، سوف يفرح أولادك لأنك بينهم، تعلمهم كيف يخدمون الحسين، كذلك زوجتك تفرح بوجودك. ثم هذا الطعام خذه ووزعه على الجيران، وها أنت خادم للحسين عليه السلام، أنت خادم للحسين، أو أنك تأخذه في سيارتك، أو أنك تقيم مجلسا بينك وبين زوجتك وأولادك، لهو أفضل من كثير بأنك تذهب إلى مجلس أو أنك تشارك في مجلس وأنت تترك زوجتك وتترك أولادك وهم في قمة الحاجة إليك. يعني بمعنى إما أن توفر لهم بديلا ويبقون على احترامهم وكرامتهم، وإما أنك لا تبقى، ابقى في بيتك. وهناك آلاف الطرق في إحياء أمر الإمام الحسين عليه السلام، كما أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، كذلك خدمة الإمام الحسين عليه السلام بعدد أنفاس الخلائق. لذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الزوجة من الرعية والأولاد من الرعية. يعني كن زينا لأهل البيت. رجاء بعض الأزواج كونوا زينا لأهل البيت، لا تشوهون سمعة شعائر الإمام الحسين عليه السلام بهذه الصورة مع الأسف الشديد. يعني
وتقول أنا مجنون الحسين وأنا عابس الحسين لا غير ذلك. الإمام الحسين لا يخدع، أهل البيت عليهم السلام لا يخدعون، الله لا يخدع، إنما الله يريدك أن تعبده كما هو يحب. الإمام الحسين يريدك أن تخدمه كما هو يحب وليس كما أنت تحب. لو أن الحسين عليه السلام وهو موجود، طبعا موجود، لو كان موجودا لقال لك اذهب إلى بيتك، اقضي حوائج بيتك، اقضي حوائج أولادك، وفر لهم مسلزمات البيت إلى غير ذلك، وإذا ما بقي لديك وقت تعال إلى المجلس، إذا بقي لديك وقت تعال إلى الخدمة، وإذا لم تستطع أقم الخدمة في بيتك وأنا آتي إليك. هذا هو الحسين عليه السلام، وهذه شعائر الحسين عليه السلام. مع الأسف نجد أن البعض يجعل زوجته تتصل بأهلها 24 ساعة ويتضجورون، والله من باب هو يذهب لخدمة سيد الشهداء. لماذا تفعل هذا التصرف؟ أي يعني الذي لا يدل لا على حكمة ولا على عقل. أو إنها تتصل بإخوتها، أو إن أخوتك يبتلون بزوجتك وأولادك، أولادك يذهبون إلى يعني بيوت من أقاربهم ربما لا يشعرون بأنهم مرتاحين إلى غير ذلك. لا تجعل الخدمة الحسينية يعني شيء لا يتمناه ربما، يعني لا يتمنى مجيئه البعض من أهلك، فتكون شينا وينقلب يعني وينقلب عملك الصالح، وتكون من الذين يقول الله سبحانه وتعالى في مضامين الآيات بأنهم قد يعني يتصورون بأنهم قد أحسنوا صنعا. هم قد أساءوا ولكن يتصورون بأنهم قد أحسنوا صنعا. عليك واجبات إذا استطعت أن تؤديها فأفضل، ثم اذهب إلى خدمة سيد الشهداء. أما إنك تضيع من تعول فالله سبحانه وتعالى يلعن من ضيع من يعول. هسه يا أيها الطيب، الذهاب إلى مجالس الإمام الحسين يعني مهمة جدا، وكذلك الجهاد في سبيل الله. مجاهد يأتي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له يا رسول الله أريد أن أجاهد بين يديك. قال له هل أبواك راضيان؟ لا. فقال لا والله غير راضيين، لأنهما لا يملكان غيري، يؤدي الخدمة لهما، يحملهما، يقضي حوائجهما. فقال له ارجع جهاد في سبيل الله. قال له لا ارجع إلى بيتك وقم بخدمة أمك وأبيك، فليلة واحدة في خدمتهما خير من جهاد سنة بين يدي رسول الله. فاليوم أنت بينك ما بين الله، عندما تأتي إلى الإمام الحسين، الإمام الحسين يسألك هل زوجتك يعني هناك من يؤدي تلك المهام بدلا عنك؟ أولادك يعيشون بكرامة بين أقاربهم؟ أو أنهم سوف يتصلون بفلان لا أحد يعني يؤنسهم، لا أحد يجلس بينهم يجلس معهم إلى غير ذلك؟ فإذا قلت لا ليس لهم غيري، سيقول لك الحسين عليه السلام ارجع إلى بيتك، هناك الملايين من الناس يؤدون هذا الدور، أنت أديه من مكانك. يمكنك أن تؤدي خدمة سيد الشهداء، وهذا هو الجميل، كالصلاة. سبحان الله، خدمة سيد الشهداء كالصلاة، يمكنك أن تقيمها أينما كنت. كذلك خدمة سيد الشهداء أقمها أينما كنت، ولو في بيتك بين أولادك وأهلك وعائلتك. بالعكس يعني ماذا أقول، يعني أتمنى بأن هذه الفكرة قد وصلت. وكن زينا لأهل البيت، لا تحاول أن تكون من الذين يشوهون الشعائر والذين يكونون شينا للشعائر. وأهل البيت عليهم السلام لا يعتمدون عليك في جعل هناك صورة ناصعة لشعائر الحسين، بالإضافة بأنك ربما سوف تقصر بالواجب الذي هو عليك ويتحول العمل الصالح، تتصور بأنك قد أحسنت صنعا وإنما أنت قد أسأت، فما زدت إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى وعن أهل البيت عليهم السلام. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.